السلام عليكم. احد الشباب المبدعين الحليليين، انا اعتبرهم الحليليين ما شاء الله، من شباب بريده المبدعين في بيع البطيخ والجراوه والهندوه. شلونك؟ طيب؟ والله بخير. طيب كم لك انت ما شاء الله عليك بالسوق؟ لي 5 سنين. 5 سنوات؟ نعم. وانت بهالشغله دي اللي شغله البطيخ؟ هذا محلنا. هذا محلكم انت؟ محل ابو يزيد الشيبان. ما شاء الله، جلو الشيبان اللي هناك يقرب لك. هذا هو راعي المحل. اي هذا احنا وطالع معنا. الله يحييك. طيب كيف تعرفون الجحه الطيبه من المطيبه؟ وش الواحد صار يبي يعرف؟ وش الميزه؟ سر المهنه هذا. لا معلمنا اخوك قبل، ترى اخوك يقول اذا طقيته، يقول اذا ثاني طقته تقول طقته شو اسمه طار، فيه جحد طيب، وثاني تقول طقته دليب يدعي لك فيه بايت. صح الكلام ذا؟ نعم. ها؟ صحيح. صحيح الكلام ذا؟ صحيح. اذا الجح اذا صار طقته طقته يعني ناعمه نسميها، فيه طيبه. نعم. اذا كان طقه ثقيله في فايده، مستويه زياده، مستويه اكثر يعني. نعم. انتم الان هذا البطيخ تشترون من المزارع مباشره ولا طال عمرك من الحراج؟ من الحراج. نعم. يعني صباح الحراج تشترون وبعدين تعرضون انتم بالتفريد يعني. نعم. هل في مثل اقبال على البطيخ اخوي؟ والله ما شاء الله في اقبال. السنه طيبه الاقبال عليها. طيب وش اللي خلى البطيخ اقبال؟ هل في فوائد تعرفها انت؟ والله ما من فوائد التشفي. لا في فوائد انت ما تدري عنها. بالله الجسم؟ ايه. اي زين للمسالك البوليه وللكلى والكلى. باطنيه زين. لا ويقول بعد يخلي الرجل رجل بالليل. ما يحتاج. صحيح الكلام ذا؟ ما يحتاج. ها؟ يعني على مسؤوليتك. اي هبد. ها؟ جرب. يعني انسان طال عمره بدا طول اليوم وياكل بطيخ. الرجال ما صار سنافي بيجي يلمك. الغشش اللي بالبطن يطلع كله. ويحاسبك على البطيخ اللي اكله طول اليوم. ابد ما عليك. ها؟ ابد ما يعني انت صيدليه لها الشغله ذي. اي والله. ما شاء الله عليك، الله يوفقك ما شاء الله. هذا محل الرجال ما شاء الله بسوق البطيخ. اول محل سوق للبطيخ. ابو يزيد الشيبان. ابو يزيد الشيبان ما شاء الله، الشيبان كلهم مبدعين ما شاء الله ورائعين بتسويق البطيخ والجراو والهندوه من زمن طويل الحقيقه. شباب فكاهيين يعتبرون حقيقة، ونعتبرهم من الشباب المبدعين في هذا المجال. نقول لهم تحياتنا وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. أنتم إن شاء الله أهل لهذا الشيء، وكل عمركم ما شاء الله تأدون الواجب خدمة المواطن الحقيقة. فهذا أخوان الحقيقة بنشوف الأخ ذا، هذا ابو هلا والله ابو يزيد. ابو يزيد. ابو يزيد شلونك؟ طيب ايش اخبارك؟ نعم. يقولون ما شاء الله انت خبير بخبره الجحة حمراء والنمي بحمراء، صحيح الكلام ذا؟ والله ما يحتاج. وشلون عرفت الطريقه ابو يزيد؟ الوالد. الوالد ها؟ هي. الله يوفقك يا ابو يزيد. آمين. الله يوفقك، جزاك الله خير. جمال يا جمال ما شاء الله. الله يوفقك. معنا احد الاخوان ما شاء الله المتسوقين الحقيقه من الشباب، مساك الله بالخير اخوي. هلا حياك الله. طال عمرك. انت جاي تتسوق من الحين من سوق البطيخ ببريده ها؟ اي نعم. وش رايك بتسويق الشباب؟ والله الله يجزاهم خير، يعني انهم شباب مؤمنين وشغلهم زين. شغلهم زين واسعارهم زينه. اسعارهم معقوله. واسعارهم معقوله. معقوله اي والله، عسى الله يوفقنا وياهم. اي نعم. اي والله كثر من امثالهم. نعم. وانت ايد الشباب ان يعمل في المجال هذا؟ اي والله ايد بها. شوف بها 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 مكسب لهم. اي نعم. وانت من الناس اللي ان شاء الله انك تطرح فكره ادخال الكهرب من البلديه لهم. اي نعم. يستاهلون والله، يشتغلون ويتعبون ويحصلون بس عاد وتسمع. لا وتسمع صوت المواطير المزعجه ذي. نعم. صراحه انها مزعجه. المواطير مشغاله ومكلفه عليهم بعدين. مكلفة. فانت من الناس اللي يعني نعم. الكهرب ضروري لهم. الكهرب ضروري. الليل والنهار شغالينهم. نعم يساعدونهم ادخال الكهرب لهم. اي نعم. وان شاء الله يكون ما يقصرون بجهودك وكلامك الطيب وبجهود اخواننا ان شاء الله اللي يدعمونهم. الله يوفقك. جزاك الله خير. السلام عليكم. سلام. معنا احد الشباب المبدعين في بيع البطيخ في سوق البطيخ في جريده، في سوق البطيخ في جريده بريده نسميها. اسمك كريم ابو؟ سليمان المروج. اخوي سليمان. كم لك هنا اخوي؟ سنتين ونص الى ثلاث. وانت تبيع البطيخ والحبحب ها؟ الله الله. طيب اخوي هل في مثل فائده لك انك انت بالسوق هذا يعني؟
اي والله الحمد لله زين من القاعده بكثير ما شاء الله عليك يعني رايح كلامك رايح. طيب وش اللي ناقصكم بالسوق او تشوفوا ناقص؟ يعني انا شفت الاخوان كلمتهم صورت معهم قبل قالوا انه يشتكون من عدم وجود الكهرباء. اي ما طمعنا بعد بس الاناره بس الاناره باقي ما انا باي شيء يعني انتم تطالبون الان بوجود اناره ولا ذي الهي ما تدري. اي نعم اناره دعم الشباب في سوق البطيخ ها الله الله. يعني نقول هذا شيء قليل لهم الحقيقه مزعجات مواطير شوف تعين يعني الشباب الان خسرين فلوس على مواطير اول شيء نعتبره مو للتسويق لهم الحقيقه تطوير البريد بصراحه بهذا السوق يعتبرهم يطورون البلد ويطورون السوق بهذا الابداع بالاناره اللي سووها وبتسويق المنتوجات اللي نعتبرها البطيخ والجرو والانواع هذه فيعتبرون يعني انهم الحقيقه هم ملح نعتبرهم هم ملح او جمال الحقيقه سوق الخضار في بريده يعني بابداعهم وتصميمهم للاناره وجلوسهم وتقضيه الوقت المفيد لهم بهذه الاماكن لتسويق الحبحب فيعني المفروض انه ندعمهم يا اخي باقل شيء كهرباء يعني كهرباء هذه من حقهم الحقيقه من حق الشباب انه يدعمون بتوصيل الكهرباء الى هذه المظلات. نعم صوره ما عندك وصل سلك خذ اجار علينا يعني عندهم الكهرباء جنبهم الاخوان ما قصروا يقولون وصلوا لنا كهرباء وخذوا فلوس منا زي الناس يعني بس احنا نبي كهرباء تساعدونا وتخلونا نواصل في البيع وهذا عملنا احنا انسان لا عندنا عمل ولا شيء عملنا هو الاعمال الحره في سوق البطيخ صحيح الله الله. اي نعم اتمنى لك التوفيق اخوي ان شاء الله والاخوان ما يقصرون ان شاء الله رسالتك تصل ان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله بيوصلوا لكم الكهرباء ان شاء الله الله يوفقك وما قصرت تحياتي لك اخوي.